السلام عليكم. اليوم فرض ديال وضع الكمامات في الشارع العمومي، والحمد لله وانا غادا في الطريق لاحظت بانه بزاف ديال المغاربه، 90% ديال المغاربه اليوم في الشارع تيوضعوا الكمامات، ولكن لاحظت بانه كاين واحد الاخطاء صغيره اللي طريقة استعمال هذه الكمامة والتعامل معها، ولذلك قلت غندير واحد الفيديو قصير باش نحاول نشرح بعض الاخطاء اللي خصنا نتفاداوها. فكاين اللي داير الكمامه على نيفو ومخلي فمو، كاين اللي دايرها على فمو ومخلي نيفو، كاين اللي ملي تيبغي يحيد الكمامه تيحيدها بحال هكذا وتيلوحها، كاين اللي تيقيس وجهه من فوق الكمامه. فهادشي كله خطا ويقدر انه يعني كيعرضنا للاصابه الا ما عرفناش نتعاملوا مع هاد الكمامه مزيان. فغير باش نشرح، الكمامه اللي بحال هكا فيها جوج ديال الجهات، جهه بيضاء اللي كتكون كتلامس الوجه، والجهه الزرقاء اللي على برا، وفيها جوج ديال لي بوغ. البوغ الفوقاني كيكون شويه مزير، هو هذا علاش باش كيحاول اننا نزيرو كيكون يعني تيتزير على قبل الفورمه ديال الانف. فتنوضعها بحال هكذا وتنزير من هنايا. طبعا قبل لمس هذه الكمامه ضروري ما نغسل ايديا بالماء والصابون، والكمامه خصها انها تغطي الانف الفم والذقن على هذا الشكل. دونك خصها تغطي هاد ثلاثه ديال البلايص، وملي نقيس وجهي يعني من دون عمد، لانه هاد البلاصه خصنا ما نقيسوهاش حيت كتكون ملوثه بالفيروسات وبالبكتيريات، فهاد البلاصه يجب التفادي اننا نقيسوها، ولا قصتها وما درتش بالعنين ماشي نغسل يديا بالماء والصابون. داكوغ. ثاني حاجه، الى مثلا بغيت نحيدها لشي غرض، دونك تنحيدها من وراء الاذن بحال هكذا باش نشرب الماء ولا باش نقوم باي حاجه، وعاد تنعاود نرد هكذا، تنحاول انني ما نلمسش هاد البلاصه. وملي نبغي نتخلص منها تنحيدها من وراء الاذنين بحال هكذا، وتنلوحها في القمامه ماشي تنلوحها في الشارع. كاين بزاف ديال الناس اللي تيتسائلوا على واش نقدروا نعاودوا نستعملوا هاد الكمامات. كاين بعض الطرق في انترنت اللي تيوريكم كيفاش تعاودوا تستعملوهم، ولكن من الافضل، وحنايا الحمد لله انه عندنا الزهر، اننا كان تم الانتاج المحلي لهذه الكمامات، فهي متوفره بواحد الثمن اللي نقدروا اننا نستعملوا وحده في النهار ونتخلصوا منها، من الافضل. فلذلك الميساج اللي غادي ندوز، بقاو في داركم الله يعطيكم الستر، والا كان خاصكم تخرجوا للضروره وضعوا الكمامه ووضعوها بالطريقه الصحيحه. شكرا.